اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، وانضم لي طبعا نجم الريمونتادا جدو. جدو ازيك؟ مساء الفل يا ميدو، نورني، ربنا يخليك. رايك في ماتش النهارده؟ رايي في ماتش النهارده، لا هو نتيجه طبيعيه اللي حصل قبل المباراه يا ميدو، يعني يمكن بسبب التصريحات اللي طلع بيها رئيس الاتحاد بيهاجم فيها او مش بيهاجم بيهين فيها الكابتن ايهاب جلال. بصراحه التصريحات كانت غير مقبوله جدا، راجل رايح يلعب مباراه وديه مع فريق صعب، تصريحات كانت صعبه جدا، فدي كانت نتيجه طبيعيه. انت في رأيك التصريحات ايه اللي ادت للاداء ده؟ لا ده جزء ان انت شتت الفريق، لكن احنا عندنا مشكله فعلا ميدو فنيه في الملعب، زي احنا قلنا قبل كده من اول ما خرجنا من بطوله افريقيا ما كسبناهاش وما صعدناش كاس الامم وما صعدناش كاس العالم. عندنا مشكله ان انت بتغير مدير فني وتجيب مدير فني، لكن عندك مشكله في كواليتي اللعيبه اللي موجوده منتخب مصر. في لعيبه كتير، يعني شيل محمد صلاح من المنتخب ده مش عدى نص الملعب بكل امانه، ده اللي هيكون منظرنا. محمد صلاح مدي تقل فني ومدي تقل نفسي للعيبه بتاعت المنتخب كبير جدا، والناس هتعرف دور محمد صلاح لما ما يكونش موجود مع المنتخب. يمكن محمد صلاح والنني وحجازي، الثلاثه دول شايلين المنتخب بقالهم سنين، اللي مخلينا نوصل للمرحله دي من الكوره حاليا، ان احنا وصلنا نهائي افريقيا 2017 و2000 ومع الكروش السنه اللي فاتت، وان انت تنافس ان انت توصل لكاس العالم وما توصلش بضربات الجزاء، اعتقد وجود الثلاثي ده. لكن من غير الثلاثي ده احنا منتخبنا محتاج لعيبه، محتاج ناس تفهم كوره تدير الموضوع صح. عندنا مشكله يا ميدو، الكره المصريه دلوقتي بتعاني اداريا، بتعاني فنيا، وبتعاني كمان اخلاقيا. انت عندك اداريا دلوقتي اتحاد الكوره، كلنا كنا مستنيين اتحاد كوره يجي بعد لجنتين معينتين من الفيفا، ويمكن لجنه استاذ عمرو الجريني ولجنه استاذ احمد مجاد الاخيره، كنا متعشمين في اتحاد كوره يجي يعرف عنده خطه، يعرف يقول لنا هيحصل ايه. انت دلوقتي جبت الكابتن ايهاب جلال، انت مثلا قول لنا طلبت ايه من الكابتن ايهاب جلال؟ كان مطلوب منه ايه؟ يوصل كاس الامم الافريقيه اللي جايه، ويوصل كاس العالم، يؤدي اداء كويس، يطلع لك جيم اللعيبه. احنا ما عرفناش الكابتن ايهاب جه ليه او سبب اختياره ايه. اللي طلع كل اللي طلع الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، طلع الناس بتساله في المؤتمر الصحفي انت جبته بالكابتن هيبونا علي، قال لك ده اختيار مجلس الاداره، ما اتكلمش تاني في اي حاجه. فاحنا عندنا مشكله اداريه، عندنا مشكله ان انت بتحط خطط، في خطط قصيره المدى وفي خطط بعيده. لازم يكون عندنا جيل بعد 4 سنين احنا نوصل كاس عالم ولا لا. تاني حاجه ان احنا بنعاني فنيا، ما عندكش المدربين الاكفاء يمدوا ان هم يطلعوا لك جيل كويس، سواء في الناشئين، ودي مشكله، او حتى في الانديه الدوري الممتاز عندنا لعيبه وقفت. عندنا مدربين وقفت فنيا خلاص، ما بتقدمش حاجه جديده، ما بتعلمش اللعيبه وهي صغيره ان هي تطلع حتى في على الاقل الوقفه. احنا بنشوف دلوقتي في الاجوان اللي داخل فيها النهارده مثال يا ميدو كده، 4 تجوان جات لنا من كوره ثابته في وقفه، احنا مش عارفين الكوره عرضيه، احنا مش عارفين نقف الف ب وقفه وتحرك، احنا مش عارفين نعمله. فاعتقد عندنا مشكله فنيه بسببها ان المدربين مش بص يا ميدو، ان عندنا 5 واقفين في ال 18 والكره بتعدي منهم بكل سهوله، الراجل بيجيب جول. لا لا انا يعني الونش ايه ده؟ الونش بيعدي الراجل ده المفروض في صدرك هنا. طبعا لازم توصل الكره قبليه، يعني تحرك. وياسر ابراهيم طلع بره برده شويه زياده يا ميدو عن البتاع، بس لازم الراجل انت الونش ده بالظبط في صدرك، انت ما يوصلش الكره ابدا، ما يلمسش الكره، اي لمسه في الكره ده طلع براحته وحطها بسهوله جدا. والجون برده الرابع كان كده يا ميدو، والجون والكره الثابته برده كانت عندنا مشكله، عندنا مشكله فنيه فعلا في اللعيبه مش عارفه تقف بسبب ان انت ما عندكش مدربين اكفاء يعلموا اللعيبه وهم صغيرين. لو بص يا جدو، عايز اقول لك حاجه، الراجل لعيب الدايره مهند لاشين هنا والكره بتتلعب بالعرض، هو لازم يبقى مع الراجل اللي مكمل من نص الملعب ده. عارف الكره دي لو اتلعبت بره سنه برده بتاع نص الملعب ده حطها جول. طبعا جول. يعني الناس كلها وقفتها غلط كل أكيد حاجه. اكيد احنا عندنا زي ما قلنا عندنا مشاكل فنيه يا ميدو. اللعيبه دي ما اتعلمتش، اللعيبه دي في الناشئين انا متاكد ان هم ما خدوش اي حاجه، ما اتعلموش اللعيبه بتلعب بالشوط. طب ايه اللي حصل للونش يا جدو؟ يعني الونش من لغايه قبل كاس الامم احسن مدافع. انا بقول لك انا الونش كان بياكل الفراوده اكيد. ايه اللي حصل؟ انا حاسس ان هو لعيب مختلف تماما. هل نفسيا هو مش مركز مثلا، مشغول بمستقبله، مصاب، انا مش عارف ايه قصته. هو مش مشغول بمستقبله، هو راجل مجدد مع الزمالك وعنده استقرار، هو خلاص لعيب في نادي الزمالك. لكن مشكله الونش دلوقتي ان انت مت بيعدي باسوء فتره ليه مع المنتخب او مع نادي الزمالك. يمكن زي ما اتكلمنا في الاول يا ميدو، كان وجود حجازي مع الونش كان مخلي الونش يطلع بشكل كويس. أنا معك. حجازي بيديله هدوء، حجازي بيعرف يطلع بالكره كويس، بيعرف يغطي، بيعرف يوجه كويس. لكن لما انت شلت دلوقتي، المفروض شلت حجازي واللي موجود ياسر ابراهيم، الاثنين الكلمه بتاعتهم مش ماشيه مع بعض خالص. فانت
الاثنين بيعتمدوا على 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 قوتهم على سرعتهم اكتر ما بيعتمدوا على مخهم. حجازي لما يكون موجود بيعوض المشكله دي اللي موجوده في المنتخب. فاعتقد وجود عدم وجود حجازي مع المنتخب باثر بشكل كبير جدا على مستوى الونش في الفتره الاخيره. تاني حاجه ميدو نكمل لك بس اللي احنا كان عندنا زي ما قلت المشكله إدارية ومشكله فنيه في عندك ما عندكش مدربين كفايه ان هم يعلموا اللعيبه ازاي تطلع تتعلم اساسيات كره القدم الاول وبعدين تتكلم بعد كده نحصل معاهم. وعندك مشكله اخلاقيه عندك دلوقتي ما حدش بيتحاسب تطلع الناس بتهاجم الحكام بشكل مش طبيعي. عندك ناس دلوقتي مثلا مش الحكام بس لكن الحكام كله. في كل المنظومه يعني انت دلوقتي عندك حصل خناقه الفتره الاخيره بين رئيس نادي الزمالك اللي هو اكبر يعني من اكبر الانديه في مصر ورئيس الرابطه الناحيه الثانيه ومكالمه كلنا شفناها مستوى ما ينفعش يكون موجود ومحدش بيتحاسب. مدربين بتطلع تتكلم على الحكام ومحدش بيتحاسب. مدربين بتطلع تتكلم على مدربين ثانيه ومحدش بيتحاسب. ادارات بتتكلم على ادارات ثانيه محدش بيتحاسب. احنا فين عندنا المفروض الكره دي يعني هي الكره اصلا معموله الكره اخلاق هو ده يعني انت والمتعة. المنافسه بالظبط المتعه واخلاق بالظبط وخساره ألف مبروك. احنا كل حاجه دلوقتي بنطلع الاهلي كسب يبقى في مؤامره حصلت التحكيم هو مسنده والبلد مسنده وكل حاجه. الزمالك كسب لا ده الحكم مش عارف مين معين بيقصد ان هو يكسب الزمالك. يا جماعه لو فضلنا عايشين في الموضوع ده هنفضل كده وهنفضل اسوء من كده. ما هو جد بص انا اقول لك حاجه الاتحاد الدولي اداك سلاح اللي هو اسمه لجنه القيم والمبادئ بالظبط دي مش شغاله خالص انا مش فاهم يعني محدش بيتحاسب محدش بيتحاسب يا ميدو. فبالتالي هيفضل لما هزله الاخلاقيه دي موجوده انا اطلع اشتم في ميدو وميدو هيطلع يشتم فيا وخلاص محدش بيتحاسب وفي الاخر بنتصالح وخلاص الموضوع بينتهي. بره ما بشوفش اي حد بيتكلم بتصريح بيسيء لاي حد من المنظومه واي حد بيتكلم في تصريح بره ميدو بيتعاقب والنادي بتاعه كمان ممكن يتعاقب طبعا. لكن طول ما احنا ماشيين كده الكره تتدهور بشكل اكبر من كده. نتمنى الفتره الجايه يمكن المؤتمر بتاع يوم الخميس ده مهم جدا ان اتحاد الكوره يطلع بخطه يقول للناس بكل صراحه بكل امانه احنا عايزين هنعمل ايه الفتره اللي جايه عندنا خطه كذا عندنا بعد 4 سنين خطواتنا كذا ا ب ت كده عشان نعرف الناس تعرف ان احنا عندنا اتحاد كوره بينافس. انت عارف جدو انا في رايي اهم حاجه في المؤتمر يوم الخميس ده ايه؟ عارف ايه قبل ما تقول الخطه والكلام ده كله ان انت ترفع ايديك وتقول انا اسف طبعا يعني طبعاً. انت في البدايه لازم تقول طبعا ده اول حاجه يعني الاعتراف بالغلط انا بعتذر بالظبط انا غلطت ومفيش مشكله على انا اتعاملت غلط مع الملف كذا بالزبط. انا عملت وانا بقى هصلح بالزبط. انما لازم الشعب المصري يستحق ان انا اسف طبعا مفيش مشكله ان انت تاخد قرار غلط كلنا بناخد قرارات غلط وممكن نرجع فيها مفيش مشكله خالص. لكن المشكله اللي عندك في اتحاد الكره الطريقه اللي انت بتاخد بيها القرار يعني انت لو شفت الكواليس اللي قالها الاستاذ جمال علام ان هو في طريقه اختيار الكابتن هاب جلال قال لك احنا سالت الراجل الماليات قال لي ما عندناش درارات كفايه فخلاص نروح نجيب الكابتن هاب جلال. في قرار في الدنيا بيتاخد بالشكل ده اكيد لا يا ميدو. فاحنا محتاج اللي مضايق اللي هي الطريقه في اتخاذ القرار مش القرار. ممكن تاخد قرار وينجح ممكن تاخد قرار ويفشل وماشي تمام بس انت خدته على اساس ايه؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ففي الفتره الجايه لازم يكون في صراحه زي انت قلت كده اول حاجه تعترف ان في خطا يعني مجلس الاداره من اول ما جه وفي اخطاء كثيره جدا. اولا اول ما مسكوا في كاس الامم الافريقيه حصل مشكله مع كروش والراجل كان عنده معسكر طلع انباء من بعض اعضاء مجلس الاتحاد الكوره ميدو بيتكلموا على المرتب بتاع كروش وصدروا ازمه لكروش وهو الراجل بيلعب قبل نهائي البطوله. تاني حاجه فشل في التعامل مع النادي الاهلي باخفاء الخطاب بتاع استضافه مباراه النهائي وما عملش فانت فشلت فيها. تالت حاجه فشلت في ملف اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب اللي هو الكابتن هاب جلال. طريقه اصلا الاختيار كانت عشوائيه. طريقه اللي انت دلوقتي ان انت بتقول خلاص ان انت هتمشي الكابتن ايهاب وتجيب مدرب مدير فني اجنبي فيه عشوائيه اكتر. لازم تطلع تقول انا اسف ويا جماعه الفتره الجايه تمشي كذا 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 كذا. ممكن يا جماعه انا الحته بتاعت الاعلام والحته بتاعت الحديث في الاعلام دي نقطه مهمه جدا. ممكن ارجوكم نفكر ان احنا نجيب متحدث اعلامي باسم اتحاد الكره طبعا. يعني احنا عندنا قامات كبيره في الاعلام ليه ما تجيبوش الاستاذ حسن المستكاوي مثلا يبقى متحدث باسم اتحاد الكره. راجل خبره كبيره يكتب لكم بيانات. راجل ليه ما تجيبوش مثلا الاستاذ محمد سيف راجل مثلا قامه كبيره. اسماء كتيره مش عايز يعني احصر في الاسمين لكن انتوا بتتكلموا في اسماء كتيره جدا جيبوهم مش شرط يبقى راجل يعني طبعا. يبقى هو المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكوره